في الموسم الحالي 10 اهداف. نروح لساديو ماني، اسد من اسود الترانجا السنغاليه. بالمناسبه اعتقد ان ساديو ماني هيصل مصر وحيدا بعد ما اتسربت بعض الاخبار ان هو هيحصل على جائزه افضل لاعب في افريقيا. ارقام ساديو ماني علشان نقدر نقول هل لو اتحقق ده يستحق انه يحصل على اللقب ولا لا. لعب 178 مباراه، سجل 77 هدف، ده كل ارقامه في البريمير ليج. صنع 22 هدف، يبقى سجل 77 هدف وصنع 22 هدف. شارك مع فريقين، فريق ليفربول وفريق ساوثهامبتون. دي احصائيات ساديو ماني في الدوري الانجليزي. قبل ما نروح ل يعني جسد ساديو ماني و يعني ايه الاعضاء اللي سجلت اهداف بالظبط، يعني صوب ساديو ماني على المرمى 407 تصويبه، 175 تصويبه منهم ما بين القائمين والعرض. حصل على 19 كارت اصفر، 3 كروت حمراء، 197 خطا، و107 مره اتحسب عليه اوف سايد او مصيده التسلل. احرز 10 اهداف بالراس، 46 هدف بالقدم اليمنى، و21 هدف بالقدم اليسرى. نروح لأليسون بيكر اللي وصل الى 50 مباراه مع فريق ليفربول ونشوف احصائياته. أليسون بيكر حصل على جائزة أفضل لاعب برازيلي في أوروبا للمرة الأولى، أكثر من حصل عليها الثنائي تياجو سيلفا وروبينيو، 3 مرات لكل لاعب، وده سجل الفائزين به منذ عام 2008. تياجو سيلفا حققها في 3 مرات، 2011 2012 2013، طبعا كاكا حققها في 2008، ولويس فابيانو حققها في 2007، ومايكون حققها في 2010، نيمار في 2014 و2015، كوتينيو في 2016، نيمار ايضا في 2017، وفيرمينيو في 2018، واخيرا أليسون بيكر في 2019. أليسون بيكر 50 مباراه لعبها مع فريق ليفربول، خرج ب 26 مباراه شباك نظيفه لم يستقبل فيها اي اهداف، واستقبل في ال 50 مباراه او في ال 24 مباراه الاخرى اللي دخل فيهم اهداف، دخل في 27 هدف. نروح لروبرت ليفاندوفسكي في عام 2019 علشان نتابع مع حضراتكم ارقامه القياسيه. لعب 48 مباراه، بدا اساسي في 46 مباراه، دخل كبديل في مباراتين، سجل 48 هدف، طبعا واضح جدا ان بمعدل هدف في كل مباراه. في بطوله الدوري 31 هدف، في بطوله كاس المانيا 7 اهداف، وفي دوري الابطال 10 اهداف. عدد دقائق اللعب اللي لعب فيها روبرت ليفاندوفسكي 4238 دقيقة، سجل 12 ثنائية خلال الماتشات، سجل الهدف الافتتاحي في 12 مباراة وسجل في 11 مباراة على التوالي. دي كانت أرقام روبرت ليفاندوفسكي. نروح لواحد من أهم الظواهر اللي موجودة في الدوري الإيطالي، زي ما حضراتكم شايفين ديان لاعب وسط فريق بارما الإيطالي، واحد من مواليد 24 ابريل سنة 2000، وبالتالي بنتكلم في لاعب عنده 20 سنة بيلعب بشكل أساسي مع نادي بارما، وهو لاعب بروميسنج جدا وعنده مستقبل واعد، الكل يتوعد ليه. عنده 20 سنة، 186 سنتي، مع نادي بارما، ولاعب سويدي بالمناسبة، لعب 17 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف، حصل على كارتين صفر مع المنتخب السويدي تحت 21 سنة في اليورو الأخيرة. لعب 3 ماتشات، سجل هدفين وصنع هدف واحد. وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم الفقرات او الجرافيكس الخاص باحصائياتنا. دلوقتي جه دورنا علشان نتكلم عن واحد او فقره جديده اضفناها الى البرنامج، وهي فقره موهبه اوروبيه. اعتقد ان هي هتكون ليها مستقبل في الفترات القادمه على الملاعب الاوروبيه، فقره نيو تالنت أو فقرة واحد من أهم اللعيبة أو المواهب الصاعدة في الملاعب الأوروبية. وبالتالي فرنسا هي أكثر دولة بيكون فيها لعيبة أفارقة أو من أصول أفريقية، وبالتالي التجنيس في أفريقيا أو التجنيس في أوروبا عفوا وفي فرنسا بيكون سهل جدا بسبب أن اللغة، وأيضا عملية الولادة بتكون في دول زي فرنسا. والبلاد زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم في الكاميرون، بنتكلم في السنغال، بنتكلم في مالي، لعيبة كتيرة جدا بتتكلم لغة فرنسية، وبالتالي الأمر بيكون سهل عليها في الاحتراف، وبالتالي فرنسا بتكون أقرب الدول اللي بتحتضن هذه أو هذا الكم من اللعيبة.